صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم السبت 17 أيلول، محطة من مهرجانات بيت مري، بالإضافة إلى تقارير كتيرة منوعة. وضيوفنا لليوم الفنانة تانيا صالح لنحكي معها عن الحفلات اللي رح بتقدمها بلبنان ومصر، بالإضافة كمان عن تفاصيل عن ألبومها الجديد. ونقول صفير منظم ماراثون جلتون لنحكي معه عن ماراثون ركود لقدام ما ترجع لورا بكرة الأحد 18 الشهر. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، الوقفة رح بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ حسان المصري معنا على الخط لناخذ منه تفاصيل عن طقس اليوم، كيف رح بيكون خلال الويكند وشو مخبي لنا للأسبوع المقبل. أستاذ حسان صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. والطقس كيف؟ والطقس منيح إجمالا. تفضل بالتفاصيل. اوكي، عندنا استقرار بالطقس بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الايام القادمه. نعم، اليوم برفقنا شوي تغيوم وضباب على المرتفعات. ما عندنا تعديل يذكر بدرجات الحراره. نعم، يعني لا انخفاض ولا ارتفاع. وهيك رح بكفي؟ هلا بكره كمان حنشوف شوي تغيوم، بس حيكون عندنا ارتفاع بدرجات الحراره وانخفاض بنسبه الرطوبه. اوكي، يعني ما رح نحس بالارتفاع. الارتفاع حيكون بالمناطق الجبلية وبالبقاع. نعم، أكيد بالساحل مثل العادي ما حنشعر بكثير فرق. أوكي، بس كون رطوبة حتنزل يعني الجو حيميل لألطف. نهار التنين كمان مشمس، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة يعني خاصة بالجبال وبالداخل، بينما بالساحل ما حنشعر بكثير تغيير. أوكي، يعني تقريبا في استقرار، الطقس حلو وما مبين في شيء هيك عم بيتحضر. كمنخفضات لا، بصراحة بعد ما رصدنا ولا منخفض يعني جاي صوبنا. نعم نعم، بهالثلاث أيام أقل شيء يعني. أوكي، يلا أصلا ب 21 أيلول ببلش فصل الخريف رسميا، وساعتها بنصير محضرين حالنا نفسيا أكثر للشتوات. صحيح، أوكي، بنكون جهزنا حالنا. طيب تنختم معك بالأرقام بالنسبة لليوم. اوكي، بالمناطق الساحليه درجات الحراره حتتراوح من 22 ل 30 درجه. نعم، بالمناطق الجبليه من 14 ل 24. بمناطق الارز من 9 ل 20 درجه، وبمناطق الداخل من 15 ل 31. ونسبه الرطوبه؟ الرطوبه عم تسجل بين 55 و 75%. نعم، شكرا لك استاذ حسان على كل هالمعلومات، بنتمنى لك ويكند حلو. ماي صباح الخير. صباح الخير بيارات، وصباح الخير لكل مشاهدينا. جولة سريعة على أبرز معنونات الصحف لليوم السبت 17 أيلول بعد قليل. جولتنا لليوم بتبدأ ومثل العادة مع جريدة النهار. بين الترحيل والتصعيد حتى 28 أيلول، بري يحذر سلام من إعدام الحكومة، تأكيد أوروبي لعدم استهداف لبنان بتوطين اللاجئين السوريين، جرس الإنذار الاقتصادي والتجاري يقرع من بكركة، واشنطن لموسكو إدخال المساعدات مقابل التعاون ضد جبهة النصرة، كلينتون تحاول وقف صعود شعبية ترامب، والمرشح الجمهوري يقر بولادة أوباما بأمريكا. الحوثيون يدرسون اقتراحا أمريكيا لإعلان وقف شامل للنار في اليمن. وبصورة النهار لليوم، جانب من افتتاح مهرجانات صيدا ليل امبارح. من النهار مننتقل إلى جريدة السفير. هل اجتمع الحريري وباسيل في باريس؟ روح جديدة في شراكة لبنان وأوروبا، عودة آمنة للاجئي سوريا، وإغراء اقتصادي. فصائل المسلحين تتقاتل على غنائم المساعدات، الكاستيلو تمتحن بالنار التفاهم السوري، ثلاثة شهداء في الضفة والقدس. ومن السفير ننتقل إلى أبرز ما عنوانته الحياة. تشكيل خلية محاربة الإرهابيين ينتظر السماح بإغاثة المحاصرين، تحرير الموصل بعد الاتفاق على مستقبلها، غارات للتحالف على صنعاء وتعز، توقيف أربعة مشبوهين بتهديد سفارات في تركيا، ترامب يكرر هفوة التشكيك بأمريكية أوباما، وأخيرا بالحياة، إيجابيات وسلبيات في آيفون 7 الجديد. في المستقبل لليوم، الهدنة المترنحة في مجلس الأمن وقوة أمريكية خاصة تدعم العملية التركية،
واشنطن لموسكو مساعدات حلب قبل التعاون العسكري. تحقيق دولي يسمي وحدات أسدية مسؤولة عن هجمات بالكلور. ائتلاف المالكي يهدد باستخدام ميليشيا الحشد لمحاربة القوات التركية في شمال الموصل. آلاف الصدريين يتظاهرون في بغداد ضد الفساد. وأخيرا، عندما طرب بحر صيدا وفرحت الأمكنة. وصورة من مهرجان صيدا ليلة امبارح. ننتقل إلى جريدة الأنوار. الجيش يتدخل لإنهاء توتر أمني قرب طرابلس وفي صربة. قوة خاصة أمريكية تدخل الأراضي السورية. المستقبل يؤكد استمراره بترشيح فرنجية. الهدنة تهتز بعد معارك ريف دمشق والتوتر في حلب. الأبعاد التاريخية والإنسانية للقاء البابا فرانسيس والشيخ محمد بن زايد. استشهاد 3 فلسطينيين برصاص إسرائيلي. مصر تؤيد تحرك حفتر في ليبيا. ننتقل إلى أبرز مع عنوانات اللواء. 4 ملفات مع سلام لاجتماعات نيويورك وقمة اللاجئين. سقوط بالون عون رئيسا وتحذير من العبث بالأمن. وجملات يتهم إيران وسوريا بتعطيل الرئاسة. قوات أمريكية خاصة تدعم الأتراك والمعارضة في شمال سوريا. تصعيد النظام يزعزع الهدنة وإدخال المساعدات أمام مجلس الأمن. تصعيد إسرائيلي خطير بعد هدوء نسبي. الاحتلال يقتل 3 فلسطينيين بزعم تنفيذ هجمات في القدس والضفة. وأخيرا، صيدا عاصمة الفرح والتنوع. من جريدة اللواء منتابع مع جريدة البلد. لا جلسة قريبة للحكومة والراعي يحرك الركود الرئاسي. هجمات الفلسطينيين إلى الواجهة، مقتل 3 برصاص الاحتلال. القوات التركية تلاحق الأكراد. لبنان في الغرب أزمة صورة. خفض الحد الأدنى للأجور بمرسوم مستوجب الأبطال. 34 عاما على مجزرة صبرا وشتيلة، الجرح ما زال ينزف. نوصل إلى جريدة الديلي ستار وأبرز مع عنوانته. الولايات المتحدة غارة قتلت مسؤول بروباغندا لداعش. المستقبل يسخر من فرضية دعم الحريري ترشيح عون. 3 هجمات إسرائيلية تحطم الهدوء النسبي. أما بلوريان لجور لليوم، اللاجئون السوريون إلى القمتين في نيويورك. لبنان يرغب بتأكيد مشاركته. مهرجان صيدا ترنيمة للحياة والفرح. نصل إلى جريدة الشرق. قانون الانتخاب في تشرين أو موقف غير تقليدي للقوات والتيار. سباق محموم بين الاستحقاق الرئاسي والفراغ والتصعيد يتساعد. الهيئات برئاسة الراعي. الاقتصاد في وضع دقيق. إيران، غزو أمريكا للعراق وأفغانستان كان لمصلحتنا. وبرأي الشرق، بالرغم من كلام قاسم وقووك فالقرار تاريخي آت. ومنختم بالشرق ومننتقل إلى الشرق الأوسط. واشنطن تقترح هدنة 72 ساعة في اليمن وإيران تواصل التسليح. الانقلابيون يصرون على تزامن الانسحاب وتسليم السلاح مع مناقشة الرئاسة والحكومة. السعودية جاستا انتهاك لسيادة الدول ومخالف لميثاق الأمم المتحدة. وزير العدل حذر من أنه سيفتح بابا للفوضى والعبث التشريعي بين الدول. اتهامات متبادلة في البرلمان بعد قوله لزميلة عودي إلى المغرب نائب بلجيكي معتذرا لست عنصريا. قراء نيويورك تايمز ردا على مقال ظريف. إيران أكبر راع للإرهاب في العالم. رسالة مسربة لباول. صبية طهران لن يستطيع استخدام النووي. حلب جائعة وجبهات تشتعل وموسكو تؤكد الهدنة صامدة.
ومنختم جولتنا لليوم مع الجمهورية. لبنان أسير أربعة انتظارات، الراعي يضغط رئاسيا. عن لعبة المزايدات في دولة ابن كلثوم، الرقة ضمن اتفاق كيري لافروف، تبادل اتهام بين موسكو وواشنطن في سوريا. هذا كان أبرز مع عنوانات الصحف لليوم. نحن بريك ومنرجع منتابع حلقتنا. جولتنا الثقافية والفنية لليوم رح منبلشها من The Garden يلي بيستقبل اليوم عرض الفيلم الأخير من دورة All the Mad Men يلي قدمت عروض لمجموعة من الأفلام يلي بتتناول حياة موسيقيين عالميين رحلوا. واليوم العرض رح بيكون مع فيلم جانسبور A Heroic Life عن حياة المغني الفرنسي ساج جانسبور من إخراج جوان سفار. وعرض الفيلم بتمام الساعة 7:30 المساء بالهواء الطلق ب The Garden. من The Garden بننتقل الى مهرجانات صيدا الدوليه يلي قدمت امبارح حفل مميز جدا مع الفنانه نانسي عجرم. واليوم الموعد الثاني رح بيكون مع امسيه مع الفنان جي مانوكيون. كلنا سوا من صيدا بننتقل الى حرش بيروت. حرش بيروت يلي مؤخرا تم افتتاحه للعامه كمان رح يستقبل الدوره الاولى من مهرجانات حرش بيروت اليوم وبكره 17 و18 الشهر من الساعه 10 الصبح للساعه 10 المساء. رح بنكون على موعد مع مجموعه كبيره من الموسيقيين، العروض الفنيه، عروض مسرحيه مع مجموعه كهرباء، مع زقاق، سيرك مع مجموعه سيرك انسيال، ونشاطات للكبار والصغار بالاضافه الى سوق الطيب. وضمن المحطات الفنيه محطه مع الفنانه تانيا صالح يلي كمان رح بتكون ضيفتنا اليوم تاخذ منا تفاصيل اكثر. رقيها وعجنيها، فرديها واشطحيها، افتليها وبرميها واخبزيها على نار، نقي بضاعة طازة، شقفة تسواق المازة، حمراء او سمراء كله ماشي. يلا حطي وزيدي وما تخبي، عيد حشيشة قلبي زهقان وبده خشخاشة. ننتقل إلى مهرجان مسكون والدورة الأولى لهالمهرجان يلي بتناول سينما الرعب والفانتازيا والخيال العلمي. وضمن المواعيد اليوم رح نكون على موعد مع وركشوب على الساعة 6:30 المساء، ماستر كلاس Inside the Magic of Prosthetic Makeup. وعروض الأفلام رح نكون على موعد مع عرض لفيلمين على الساعة 8:30، عرض فيلم Under the Shadow لباباك أنفاري من إيران، وعلى 10:30 عرض فيلم هالوين لجون كاربنتر من أمريكا. منشوف بعض المشاهد من Under the Shadow. این کوفتی که نایمده همینجور بیاد بالا سر ما. مطمئنم با خودش یه چیزایی آورده. منتابع وبتقدم الفنانة اللبنانية هبة طوجي أمسية بعنوان ليلة صيف رحبانية، إعداد وإنتاج وتوزيع غادي وأسامة الرحباني وإشراف مروان الرحباني، وذلك على أرض الراليات بالبحر الميت بالأردن ب 23 أيلول على الساعة 7 المساء. تتعجب ناس بسمني ناس بزيت، فيك تتزلط فيك تتحجب، صيف وشتي على نفس البيت، بين الكنيسة وبين الجامع، بار صغير كل شي جامع، بطرس أحمد مري ولامع، زوج وبس فاطمة ولوران.
ومننتقل إلى جامعة الكفاءات اللي بتنظم الدورة الثانية من مهرجان الأفلام الطلابية، وهالسنة تحية للمخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا، ورح بيكون كمان في بالإضافة إلى عروض الأفلام تحية موسيقية بقيادة المايسترو هاروت فازيليان. الافتتاح بكرة الأحد 18 الشهر على الساعة 7 المساء بحرم الجامعة بعين سعادة. It's not a movie until it moves you. Join us at AKU Students Film Festival. من مهرجان الأفلام الطلابية بالكفاءات رح ننتقل إلى إهمج، وتحديدا محمية أرز إهمج اللي رح تستقبل الأسبوع الجاي ب 23 24 و25 الشهر معرض الموني. طبعا معرض الموني رح يتخللوا غدا وعشاء قروي بصورة يومية، وهيك بتكون عم نوجه دعوة للجميع يتوجهوا كمان إلى محمية أرز إهمج المميزة ليتعرفوا أكثر على المحمية، وبنفس الوقت يساعدوا أهالي المنطقة على تصريف منتوجاتهم. الموني السنوي 23 24 25 ايلول بأرز إهمج بيتضمن غدا وعشاء. من اسبوعين انطلقت عروض مسرحيه قفص، هالمسرحيه يلي اول شيء صدرت كتاب من تاليف جمانة حداد، اخرجت هالعمل لينا ابيض، وبطلات قفص هن رندا كعدي، مارسيل ابو شقره، دارين شمس الدين، ديما الانصاري، وميرا صداوي. العروض عم بتكون كل احد وتنين على خشبه مسرح مترو المدينه، والعروض رح تستمر لغايه 31 تشرين الاول. انا كلمي عباره عن عوره، ايدي شعري شفافي، وشي رقبتي بطني سخادي، اصابيع اجري عوره. منتابع مع النشاطات الموسيقية، وفرقة مسار إجباري الأردنية يلي قدمت حفل من أيام قليلة ببيروت، ورح تعطينا موعد كمان بكرة بمزيان، فأزل مع الفرقة الأردنية مسار إجباري. أصلي ونفسي وبرفع عيونك مهما دريت، أنا صبني الحزن قلت شفيف وعندني الحزن قدرت عليه ويا بحر. منتابع مع فرقة سين سين يلي عجلت على مجموعة كبيرة من المناطق اللبنانية مؤخرا، امبارح كانوا بالعقورة بمهرجان التفاح، وقدموا كمان أمسية بالكحالة بمناطق كتيرة. الموعد المقبل بكرة ب 18 الشهر بلاس ساليناس بأنفي. هل الحجم مهم أو الثق مش مهم؟ شو هن المأكولات السبع المثيرة جنسيا؟ شو هو الفور بلاي؟ ساندرين اللبيب. ساندرين اللبيب. منتابع مع الفن التشكيلي، وبتفتتح الفنانة ساندرا كلارك نجدة الفنان سامي كلارك معرض الفن بأفلوينس ليرنينج ستوديو بقرنة شهوين، والعنوان العريض لهالمعرض Aim for Success. الافتتاح اليوم بتمام الساعة 5 بعد الظهر. من الفن التشكيلي رح منتابع جولتنا، ومنرجع إلى العروض المسرحية، وعمل مسرح جديد رح يستقبله مسرح مونو ابتداء من الخميس المقبل ب 22 أيلول، من كتابة رولا حميدي إخراج موريس معلوف، ومن تمثيل رولا حميدي عمار شلق بالتعاون الأول معهم، وبيشاركون كمان مصطفى حجازي، وعنوان المسرحية حبيبي مش قاسمين. العروض رح تستمر لغاية 16 تشرين الأول. من العروض المسرحية رح نكفي كمان مع المسرح، وعمل مسرحي من توقيع يحيى جابر رح بيقدم هالمرة الممثلة أنجو ريحان بعنوان اسمي جوليا. هالعرض الوان ومن شو رح ينطلق الأسبوع المقبل ب 24 شهر على خشبة مسرح تياترو فيردا. من العروض المسرحية رح منتابع هلا كمان لكل محبي الموسيقى الكلاسيكية، وأمسية عزف على البيانو مع الفنانة تانيا بريماك خوري. الموعد رح بيكون ب 24 شهر، ورح يتضمن عزف مقطوعات لشوبان، هايدن، ليست وغيرهم.
وخبر اخير مع الدوره الجديده من مهرجان بيروت الدولي للافلام بيروت انترناشونال فيلم فيستيفال. الدوره راح تنطلق ب 25 الاول وبتستمر لغايه 13 تشرين الاول مع اكيد مجموعه عروض افلام طويله وقصيره ووثائقيه. ونحن بانتظار هالدوره وتباعا رح نعطي التفاصيل. اليوم السبت وموعد ثابت مع زميلتنا وردة ضمن صالون السبت على إذاعة الشرق، وضيفة لليوم الوزير السابق إبراهيم الظاهر بالإضافة إلى الرأي العام. صالون السبت إذاعة الشرق 8:30 صباحا. كيف عم بيكون وضع الطرقات حاليا؟ خلينا ناخذ فكرة هلا مع مي. المؤهل محمد داهر صار جاهز معنا على الخط نعرف احوال الطرقات لليوم السبت. صباح الخير استاذ محمد. صباح الخير، يعطيك العافيه. كيفك؟ منيح الحمد لله رب العالمين، يعطيكم العافيه لكم. ميرسي. كيف احوال الطرقات لليوم السبت؟ مبدئيا عندنا حركه صباحيه طبيعيه الى ناشط على جميع مداخل بيروت الشماليه والجنوبيه وكذلك المدخل الشرقي من الصيد. بنبلش مدخل بيروت الشمالي، حركه سير طبيعيه الى ناشطه من جوني حتى نفا نهر الكلب، بتكمل على هالوتيره حتى جسر انطلياس زلق الدوره الكارنتينا. مدخل بيروت الجنوبي حركه سير طبيعيه من خلدي باتجاه انفاق المطار وكذلك باتجاه الوزاعي. المدخل الشرقي حركه سير طبيعيه من عريا نزولا باتجاه المدرسة الحربية الصيد. بوليفار سن الفيل حركة سير طبيعية إلى ناشطة على المسلكين. المستديرات بشكل عام حركة سير طبيعية على جميع المحاور. بالنسبة لحركة سير داخل عاصمة بيروت جسر الكولا حركة سير ناشطة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم. وأخيرا عندنا كورنيش المزرعة حركة سير طبيعية على المسلكين. هذا كل شيء بالنسبة لحركة السير حتى الساعة. بالنسبة لحوادث السير تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعة 4 حوادث نتج عنهم 10 جرحى و صفر قتلى. الحمد لله رب العالمين ما في عندنا قتلى، بس في عندي عدد كبير من الجرحى، هن 7 جرحى ركاب فان على اوتوستراد زحلة تم نقلهم إلى المستشفيات القريبة. وبالنسبة لمخالفات الرادار تسجل عندنا 804 مخالفة سرعة ضمن ال 24 ساعة الماضية. هذا كل شيء حتى الساعة. نعم مؤهل محمد داهر نتشكر اتصالك. نحن بريك تاني بحلقتنا ومنتابع الحلقة. صباح الخير. حراك دبلوماسي، سلام بنيويورك، والتصعيد مستمر على الساحة اللبنانية. تأزيم السياسة عنوان المرحلة بالداخل، والعزف على وتر الشارع قنبلة موقوتة. فأمام كل راية رايات أخرى، وأمام كل تصعيد شحن مقابل. بلهوانية سياسية على حبال المصالح الخاصة، لعبة خطيرة ممكن تفجر الاستقرار بالداخل. الهدف كرسي الجمهورية، والغاية بتبرر الوسيلة. والعناوين العريضة للحراك فارغة المضمون، نمط سويعاتي، سير المفعول بالبلد. مهرجان التصعيد البرتقالي مستمر، مش مهم العناوين ولا كلفة التصعيد بسبيل الرئاسة، فلقب الفخامة بيبقى الأهم مهما كان الثمن. محطتنا الأولى لليوم بعيدة عن ضجيج السياسة مع مهرجان بيت مري يلي بيتزامن مع عيد مرسيسين وعيد الصليب. وتكريما لذكرى الفنان الراحل زكي نصيف، قدمت فرقه لوبام مجموعه من الاغاني للراحل الكبير. تقرير بيلقي الضوء للزميله رولا امير الدين، منتابعه سوا. العالم تيجي من اخر الدنيا العالم لتقصد مرسيسين بهالعيد. ماما مش شايفه وينك، المنظر بيحكي لوحده. ان شاء الله تضل ايامنا فرح، بس بدنا تروق هالحاله لحتى انهم كل العالم مبسوطه. حلو لبنان ودائما يعملوا مهرجان. انا بحب اغاني زكي نصيف. طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. طلوا حبابنا طلوا نسم يا هوا بلادي. من ربوعنا حلوا ضحكة وردات بلادي والخيرات
يا الله يعطيكم ألف عافية وعباد كل سنة يا رب. طلوا حبابنا طلوا راجع يتعمر لبنان، نقيلك أحلى زهرة يا عاشقة الوردي، وغيرها من الأغاني اللي جعلت ليلتنا من ليالي العمر وسهرتنا لطلوع الفجر. فمن بيت مري فتحت كنيسة مرسسين أبوابها لتستكمل سلسلة المهرجانات بلبنان، فكان اللقاء بساحة الكنيسة بحفل أراد أنه يوجه تحية لروح الفنان الراحل زكي نصيف بمشاركة وأداء لوبام الجمعية اللبنانية لنشر الموسيقى الأوركسترالية. نصيف أغانيه ما بتموت، مشان هيك اليوم عم نحيي له أغانيه. نحيي الأغاني اللي لها معنى لجيل الصغير يسمعوا هيك أغاني. إحنا بلوباو عم نتمرن ببروجرام هيدا الكونسرت صار لنا شي شهر شهر ونص. اليوم عم نعزف 40 شخص وحبينا نختار زكي نصيف كرمال نخلد ذكراه وهيك. رح نغني أعطيني الناي، نحن الشباب يا عاشقة الوردي ليلتنا، وعم بحلمك حمية لبنان. في فلوت وكلارينات ساكسوفون، في من كل الآلات. عبينا انه نعمل بروجرام موسيقى لبنانية، فنحن عندنا بروجرام عملناه مع كورال الفيحاء سنة الماضية، بروجرام كامل مع الايوبي لزكي نصيف، بس هالسنة اخذنا مقتطفات من البروجرام زدنا عليه اشياء موسيقى لبنانية للرحابنة اتسترا. من محل كتير بعيد منشان نحضر هيك شغلات من الجبل. هيدول الجروب ما بنتفرق ابدا، وعطول برمنا ثلاث ارباع مهرجانات لبنان. كان عندنا كتير اكيد مهرجانات عامة كل لبنان اجمالا، والاجانب بكلهم عم بيجوا مغتربين. مع كل اللي عم بيقطع بلبنان عم نحاول نتكيف ونكيف حالنا. الحفل الموسيقي السنوي أصبح تقليد لأهل الضيعة اللي بينتظروه من سنة لسنة بدعوة من رعية بيت مري المارونية، حيث بيتزامن تنظيمه مع عيد الصليب وعيد مرسسين شفيع البلدة. عيد مرسسين منطر مناطرة، عيد الصليب إن شاء الله بضل في فرح وعيد. صراحة أول مرة بأكل منها بس طيبة هريسة بس طيبة، كل شيء طيب الهريسة، هاي بركة العيد. نحن نقدم المحبة، والمحبة يعني الفرح، والله محبة. بيجعني طول عمركم عقبال كل سنة، خاصة إذا كانوا أولادنا عم بدقوا معهم. ناي أنا معودهم على هالمستوى، وزكي نصيف والأقدم منه كمان. هيك نوع من التربيه صار له كثير قليل. إن شاء الله بضل لبنان عامر بالفرح والمحبة والسلام، هيدا أهم شيء. ننتقل هلا الى سينما متروبوليس وفيل مع مهرجان مسكون لافلام الرعب بدورته الاولى. المهرجان بقدم للجمهور اهم الاعمال العالميه يلي بتدخل باطار الرعب والتشويق. تفاصيل اكثر منتابعها مع زميلتنا ماري ترز معلوف بهالتقرير. الزومبي، دراكولا، القتل، الأكشن، الترقب، الفانتازيا، الخيال العلمي والرعب هن ضيوف مهرجان مسكون.
مهرجان الأول من نوعه بالبلدان العربية يلي بيتطرق لأفلام الرعب والفانتازيا، من تنظيم شركة أبوت للإنتاج وبالتعاون مع جمعية متروبوليس، جامعة القلبة وموقع إلكترونيك سايمونز. Uyuduğunuz gibi ölürsünüz, uyandığınız gibi dirilirsiniz. فكرة مسكون اجت لأن نحن هوات للسينما الفانتاستيك اللي بيشمل أفلام الرعب، العلم الخيالي، الثريلر، الأكشن حتى، وحبينا إنه نعمل مهرجان بيجيب أفلام من وين ما كان بالعالم، من عدة مناطق بلاد من العالم للبنان، تنفرجي كيف بعدة بلاد بالعالم بينطرحوا مشاكل وبيئة كل بلد عبر السينما الفانتاستيك. اليوم بالعالم العربي أفلام النوع الرعب، فانتازيا، خيال علمي هي ضئيلة، أكثر بركة منلاقيها بالأفلام القصيرة ومش بعد كتير بالأفلام الطويلة، مع أنه صار في مثلا فيلم إماراتي راح على فانتاستيك فيست أوستن اسمه زنزانة، بيّن وبيّن كتير وأخذ ضجة. نحن الأفلام قدرنا يعني نقرب أكثر شيء من المنطقة هو مثلا فيلم إيراني وفيلم تركي، وحابين أكيد مع الوقت أنه مع الدورات الجاية يبقى يصير في أكثر وأكثر أفلام عربية طويلة. مع فيلم سويس أرمي مان إخراج دان كوان ودانييل شاينرت، عن رجل يائس وتائه بالبرية بيصادف جتة ورح بيقوموا سوا برحلة سوريالية للوصول لمنزله، من بطولة دانييل راتكليف وبول دان. There's 7 billion people on the planet. You might be lucky enough to bump into the one person you want to spend the rest of your life with. Oh my God. So this is the life I've forgotten. This is just the beginning. المهرجان بيتضمن أفلام طويلة وثائقية من تركيا، فرنسا، الهند، إيران وغيرهم من البلدان، إلى جانب أفلام عربية قصيرة. عم يرافق المهرجان نشاطات عديدة مثل ندوات عن كيفية صناعة هالأفلام، ورش عمل، ومنا ورشة عمل مع شادي أبو خبير المؤثرات الخاصة البصرية، وورشة عمل مع دان فراي خبير المؤثرات الخاصة والقوالب الاصطناعية. رفع المهرجين رسامين لبنانيين عم يعرضوا رسومات مستوحاة من الأجواء، وبيختتم المهرجين مع مجموعة من أفلام الرعب لطلاب ومخرجين من العالم العربي. Basically, I'm a visual effects supervisor. وعندي شركة تشتغل بالفيجوال افكت سوبرفايزر والانيميشن، وانا موجودة حاليا ببيروت مشان مهرجان مسكون اللي هو شغلة عظيمة جدا عم تصير ببيروت. وبالمناسبة نفسها رح اعمل تو ماستر كلاسز، واحد مع الالبا يونيفرسيتي وواحد بابليك بالمهرجان، وغالبا اخر يوم حيكون في كمان راوند تيبل حنحكي فيها على الفيجوال افكت والانيميشن والاندستري. دايما عندنا مسكونسبشن او فهم خاطئ في العالم العربي اني عشان تعملي فيلم رعب كويس او ساي فاي كويس محتاجه بادجت كبيره. اي ثينك اهم حاجه في المهرجان دوت سواء في الدوره ديت او في الدورات بعد كده اللي بيوري مش هو دوت الريكويرمنت. صناعه الافلام الرعب وصناعه افلام اللي هو الجونرا موفيز في العالم كله اختلفت، موجوده بقت اوموس في كل حته، في كل المهرجانات في اوموس بقت
في كل مهرجان في كل بلد في الدنيا. سو هو الفيلم عن العنف ان جينيرال، وهي كثير فينا نستوحي هذا الشيء من هذا. والفيلم هو منه اكثر، هو فينا نعتبره انه بوست مودرن هورر فانتاستيك، منه كثير فايت بالكاتيجوري. بعتقد هذا اللي حلو، انه في كثير افلام هون عم يلعبوا بالنوسيون شوي، انه منهم كثير هن فيلم جانرز بس ما كثير سبيسيفيكلي يعني بيتبعوا الكودز تبع الجانرز، فهذا الشيء بعتقد كثير مهم. مسكون للأفلام انطلق مع الدورة الأولى ورح يصبح محطة سنوية، فتح المجال أمام العديدين من هواة هالنوع من السينما إنهم يتمكنوا من مشاهدة أفلام بس داخل المهرجان. هات متامرية المشاهد اللي عم نشوفهم من الاسبوع الماضي وتحديدا مسرح الجنينه بالقاهره مع الفنانه تانيا صالح يلي هي ضيفتنا لليوم لناخذ منها تفاصيل اكثر عن جولتها بمصر والتحضيرات وشو في مشاريع جديده. تانيا صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ منيحه وانت؟ نحن صباح الخير. هيدي كانت وقفه بمسرح الجنينه، بس قبلها كنت بمكتبه الاسكندريه قدمت حفلتين، ورجعتي كمان قدمت حفله بكايرو جاز كلوب. كيف كانت الجوله بمصر؟ ولا انا دائما كثير بنبسط بس روح على مصر، هيك بحس انه بحبوا الموسيقى اللي بعملها وبشتغل مع الموسيقيه المصريه. وبهدول الحفلات كان معي ضيف شرف حازم شاهين يلي هو قائد فريق اسمه سكندريلا، كمان فريق موسيقي مصري كثير قوي على الساحه المصريه هلا. وهيك وحلو الجو هنيك، يعني بتحسي هيك في هيك ترحيب وجو حلو بمصر، دايما حلو. كيف تفاعل الجمهور معك مع نوع كمان الاغاني اللي حضرتك بتقدمها؟ لكن نوع الموسيقى اللي عم نعملها هلا بلش ياخد يعني شوي من حقه، يعني شوي شوي الناس صار بدها هيك نوع موسيقى، بدها المختلف عن السوق، بدها تعرف عن شو عم بيصير ببلادها. يعني صارت الاغاني اللي بنعملهم اللي بتحكي مزبوط عن حالتنا كشعوب مطلوبة. وبتشوفي هالشي بمصر أكتر لأنه يمكن هني كمان اسمه الله كتار فبتحسي بالفرق. وبعدين بحبوا الموسيقى الشرقية اللي أنا كمان بحبها، فبحس أنه هيك في تواصل معهم حلو كتير. أنا بدي أعتذر بس من الناس أنه صوتي شوي، وحدة صاحبتي قالت لي صوتك زومبي على الصبح، بقى قالت لي شو زومبي أنا أسمع على الصبح؟ لا بس ما لازم هلأ بكرة أنه عندك حفلة هلأ الصبح بيكون الصوت هيك، بس بعدين بيصير كتير حلو الصوت. ما نحكي عن حفلة بكرة، هلأ كنا جمعة الماضي بمصر، بس بكرة رح تقدمي كمان حفلة بحرش بيروت. هي الدورة الأولى من هالمهرجان يلي كمان حرش بيروت مؤخرا تم افتتاحه، بعتقد خامس سنة، بس يمكن هي أول سنة عملوا حفلة. هي خامس سنة ايه صح؟ شرعية. شو محضرة لبكرة ريبرتوار؟ أول شيء الحلو بحرش بيروت هاي المهرجان إنه بعد كل هالصيفية اللي كلها مهرجانات بكل لبنان، في محل مهرجان للناس بدون يعني دعوة عامة. هذا شيء كتير كتير مهم، لأنه الناس كمان في ناس ما بتقدر تروح على الفيستيفالات الكبار، فضروري إنه توصلن هالموسيقى وتوصلن هالنشاطات الترفيهية والثقافية بذات الوقت، وهالحرش الحلو يلي ما صار له زمان
فاتح للناس. فشغله كثير حلوه لازم كثير نشجعها، يعني بغض النظر عن شو رايحين نحضر لازم نشجع انه نخلي الناس تروح على هالحرش وتستفيد منه، لانه نعمه فعلا ببيروت لانه ما في كثير خضار حوالينا. واهميه انه الناس تجي تحضر والدعوه تكون عامه كمان، هيدا شغله كثير كثير مهمه لإلي انا كمان. وبعدين حلو انه نخلص الصيفيه بشيء فرح وهيك. هلا الاغاني اللي رح اقدمهم مجموعه من كل شيء، يعني من اول البوم لاخر البوم، وفي يعني دائما بحط هيك غنية او غنيتين جديد عن الريبرتوار، فما رح اقول شو هن الغنية. واذا طالب الجمهور باغنيه معينه كمان على حسب الفرقه اذا بتعرفها او لا، او اذا مرنين عليها او لا، احنا دائما نعمل تمرينات بس ما بنقدر نغطي كل الاغاني كل الوقت، فاذا الفرقه مذكرتها ممكن بس بعتقد بنعمل كل الاغاني اللي الناس عاده بتحب تسمعها. الفرقه مش هي ذاتها معك؟ بلا، لحد هلا الفرقه يعني اللي بيشتغل معهم بلبنان بجننوا، اللي هن استاذ عبود السعدي اللي هو استاذي، فؤاد عفر على الدرامز، ونضال ابو سمره على البيانو وعلى الساكسوفون، وعادل منقاره على الجيتار. طيب شو في تحضيرات للشتويه؟ هلا في الالبوم صار قيد الطبخ وعم تحضريه، وان الله راد السنه الجايه رح يصدر الالبوم. شو في كمان مشاريع؟ يعني قديش رح بتشاركي هلا بمهرجانات؟ رح بتكوني كمان حاضره على المسارح اللبنانيه؟ هلا في كذا شغله بلبنان بس بفضل ما احكي عنهم قبل ما يصيروا. بس في كم شغله يعني قبل اخر السنه رح يصيروا بكذا منطقه من لبنان، لانه ضروري كمان الواحد ينعرف برات بيروت، لانه نحن عم نحور وندور بهالشارع ونص، يعني ما لازم شوي نظهر شوي لبرا. فان شاء الله هيدا الشيء بيصير. وسنة الجاي في شغل على الالبوم، لانه الالبوم الجديد هو عباره عن شغل اوديو فيجوال، يعني بصري وسمعي، يعني انت فيك تسمعيه وفيك تحضريه كمان. فانا عندي شغل رسم كثير، في عندي شغل انيميشن كثير. انت معروفه بهيدا الشيء، انه قبل فيديو كليباتك دائما فيها الانيميشن وفيها هالطابع يلي عم تحكي عنه. هالمره بدي اشوف انا شو في اعطي من حالي، لانه انا دارسه فاين ارتس، يعني دارسه رسم، مفروض استعمل هالشيء بشي محل ويكون له علاقه بالموسيقى، يعني يكون العمل متكامل من هالناحيه، مش بس انه عملنا البوستر او عملنا السي دي ديزاين. بدي فوت شغلي كله سوا مع بعضه بهالمشروع، فشغله طويله عريضه لازم اقعد ركز عليها لاول السنه. وهالالبوم الجديد فيه عده اشعار من العالم العربي، يعني شعراء كثير كبار من لبنان ومن العالم العربي حكيوا عن بلادهم، يعني في طبعا غنيتين ثلاثة أشعار حب، يعني بس أنه معظمه هو عم يحكي عن وضعنا بالعالم العربي، نحن لوين رايحين. فإن شاء الله يعني يطلع مثل ما بدنا إياه يطلع. رح نكفي بس خلينا نسترجع شوي من أغنية من أغانيك. صوت؟ ما في صوت هون. هيدا الفيديو كليب من اخراج مين كان؟ هيدا من اخراج امين دره. عمله دائما مميزه امين. طبعا بجنن امين. هلا هيدي الغنيه هي من شعر محمود درويش ومن الالحان عصام الحاج علي، هي عملناها اول ما طلع الالبوم من السنه الماضيه، يعني اخر السنه الماضيه. ف يا ريت تسمعنا الصوت، بس على كل حال موجوده على يوتيوب. هلا مش عم نسحبها بنسمعها كمان. اوكي، قديش مهم كمان برايك الاغنيه تنتشر اكثر، خاصه هلا على الانترنت يعني تصير فايرل من بس تصوري فيديو كليب؟ قديش برايك بتامن انتشار اكثر للاغنيه؟ طبعا كثير مهم انك تعملي تصوري اغنيه واغنيتين وثلاثه قد ما في الواحد، يعني بس المهم كثير انا بالنسبه لي الانترنت، لانه هو ساعدني من اول الطريق لهلا. الناس بتعرفني من الانترنت اكثر ما بتشوفني على التلفزيون، يعني بطلع على برامج مرتبه مثلكم بس ما بطلع على كل شيء، وماني منشافه على التلفزيونات ولا على الاذاعات. فالانترنت كثير مهم لإلي، ومهم كثير انك كمان تقدري تعرفي مزبوط تقيسي قديش ناس فاتت وقديش ناس حضرت وقديش ناس حبت وقديش ناس ما حبت. الانترنت واضح كثير من هالناحية. هيدي وحدة؟ هيدي اغنية وحدة اللي طلعت يعني سنة 2011. وتتحملك بتربيها ايديك
أنا هي من أكثر الفيديو كليبات لإلك للآن براسي، لأنه عن جد كثير مميز، ويمكن مع الأغنية هيك كثير مكملين بعضهم. هيدا شغل جماعي، شفت الشغل الجماعي قديش حلو؟ هيدا اشتغلوا دافيد حبشي، أمين دور، أجلي، شقير، نديم سامة، وأنا اشتغلنا عليه للكليب. فكل ما تحطي ناس مع بعضهم بحبوا شغلهم بيطلع شيء حلو أكيد. وطبعا هيدي الغنية يعني أصلا الموضوع تبعها ما بعتقد رح نخلص منه قريبا يعني. فبتضل هلا عم اشتغل كمان على فيديو كليب لراس السنه، لعيد راس السنه، من اخراج عبيده سيداني اللي كان هو جزء من فيوتشر تي في لفتره طويله. صح، نوجه له تحيه. ايه اكيد بدنا يعني نشوفه قبل اخر السنه كمان. هيدا نشغل عليه كثير، نشغل عليه شي سنه ونص هلا، يعني رح تشوفوا قديش كمان في شغل وفي هيك ذوق، وفي فعلا عبيده من الناس اللي كثير كثير شاطرين، نحن كثير بنفتخر فيهم بلبنان، وهلا عم بيشتغل طبعا بدبي وبيشتغل للعالم. فانا كثير فخوره انه عندي اصدقاء بيساعدوني وبيقدروا يوصلوا الافكار يلي بدي اوصلها يمكن احلى من ما انا ممكن اوصلها. بتتدخلي ايام او بتحسي وقت بتكوني مع شخص هالقد موهوب اكيد ترتاحي وخلص؟ اكيد، يعني عبيده مثل كل الناس اللي اشتغلت معهم، هن بيكون عندهم الفكره اصلا، وانا طبعا بقول لهم ايه اوكي خلينا نمشي فيها، منتبعها سوا، بس انا ما بعطي رايي بالفكره، الفكره هن بيكونوا عاطيني اياها. رح نسمع كمان غنية لازم. لازم أبوس، لازم أشلح، لازم أجمع، لازم لازم طفي، لازم ولع، لازم أقسى، لازم دلع، لازم أهرب، لازم أكتب، لازم أخسر، لازم لازم طير، لازم رفرف، لازم أفرح، لازم كيف، لازم أخوت، لازم أحلم وين بصير، الله بيعرف. إنسانة مغامرة تانية، يعني شفنا الراب الشرقي، يعني بلشنا راب ورجعتي كفيتيها، قديش هالتطعيم برأيك كمان هيك حلو للموسيقى، وهالفيوجن يلي عم نشوفها قديش برأيك هي بتخدم الفنان؟ هلا بدك تسمي راب فيك تسمي راب، بس انا بالنسبه لي هيك بلشت حسينا. ايه ايه ايه، لا فيك اكيد، بس حقلك انا من وين بستوحي الاشياء، يعني اكيد انا بسمع كل شيء عم بيصير مودرن بالعالم، بس كمان انا بحب الزجل، بحب الميجانه، بحب العتابه، بحب الدبكه، بحب الموالي اللبناني يلي هن اساس كل الاغاني تبعولي. هلا بيجي بفوت فيهم بوسا نوفا، بفوت فيهم روك، بفوت فيهم راب اذا بدك تسميه، فانك، فولك، كل شيء ممكن يفوت فيه. هلا بالالبوم جديد في الكترونيك كمان واصوات جديده، فانا بحب مثل ما قلتي انه دائما اعمل شيء جديد لانا يعني كون مبسوطة بشغلي، ما أزهق منه، يعني ما أسمع زيت الشيء. والناس اللي أنا بحب أسمع لهم بالعالم اللي أنا تأثرت فيهم هن الناس اللي دايماً غيمروا، دايماً عملوا شيء جديد، ودايماً تحدوا حالهم. مثل مين؟ هيك بتحسي حداً إنه طبعاً أول شيء وأهم شيء إن الأخوين الرحباني وزياد الرحباني، هدول من لبنان، هول بالنسبة لي أهم شيء وأكثر شيء تعلمت منهم. من مصر ناس مثل بلي حمدي، ناس مثل فريد الأطرش، ناس مثل عبد الوهاب. هلا طبعا ما منقول أساتذة لأنه طبعا أساتذة. غنيت شيء لزياد؟ لا، بس زياد عزف معي على غنيتين بأول ألبوم، هني خلصوا الدفاتر وأنا الأوزون. ودايما بنحكي إنه بدنا نعمل شيء، بس ما بعرف شو بيصير، يعني بيصير هيك في نتفركش نص الطريق لسبب أو لتاني، بس لازم يصير هيدا التعاون. يعني هلا انا مثلت بمسرحيات وبس ما، وغنيت بالكورال بالبوم، بما انه بالبوم ست فيروز الى عاصي طبعا هول بفتخر فيهم لانه بالكورال عملنا شغل كثير حلو. صح، فهيدي كانت مدرسه لإلي. وبالعالم كنا عم نحكي بمين انا بحب، مثلا فرانك زابا، بحب جوني ميتشل، بحب فرقه بوليس، بحب بينك فلويد، بحب كثير ناس، يعني بحب الموسيقى البرازيليه تشيكو بواركي، بحب اليس ريجينا، بحب مليون، بحب الموسيقى، بحب الموسيقى، بحب الاشياء اللي بتحب تكوني منفتحه اكثر، يعني قد ما فيك بتسمعي انماط موسيقيه جديده من وين ما كان من العالم. ايه فعلا. طب هلا بالمهرجانات الصيفيه تانيا مين تبعتي حدا من الفنانين يلي قدموا حفلات؟ حضرت بوب جيمس ببعلبك، وحضرت شيرين ببعلبك، وحضرت بيبيبلو سيا، وحضرت كمان ماريا كروزا وتوكينيو بيبي بلوس.
هول اللي حضرتهم. عم نشوف شيء من الأوبرا المصرية. كلمة تروح وعدني إنه ما تنساني وما تساويني بحدا تاني، خليني خطك مفتوح. كلمة تروح. الجمهور المصري بيطالبك كمان ببعض الاغاني بالحفلات، بما انه دائما انت بتروحي بتقدمي حفلات هونيك ثانيه. هلا بتعرفي انه بعمل بمصر بعتقد قد ما بعمل بلبنان حفلات، لانه في طلب لهالموسيقى. ايه هلا اخر مره في بنت طلبت غنيه اسمها طلع من حياتي، يعني ما توقعت انه يكون قلت لها هيدي شو بعرفك فيها انت، كلها كليكيش واشياء كثير لبنانيه يعني. بقى هيك بدهشوك بيطلبوا اغاني الافلام اللي عملتهم كتبتهم لنادين لبكي، لانه متابعينك. ايه بتحسي يلي بيجي بيعرفني، ما بيجي حدا ما بيعرفني. هيدا شيء منيح انه بتصيري تحكي معهم بالاغاني، بيعرفون بيغنوا معك. في شي مشروع على اغاني الافلام؟ هلا في مشاريع كمان ما بنحكي فيهم قبل ما يطلعوا، بس في ايه نادين لبكي ما بعرف اذا رح تعمل اغاني بالفيلم الجديد، يعني بعد ما حكينا بالموضوع، بس في عده اشخاص عم يطلبوا مني اغاني للافلام. شيء حلو هيدا، لانه الفيلم حلو. الحلو فيه انه اول شيء بيوصل الغنيه طبعا، وبعدين حلو انه يكون في صوره مع الغنيه. صح. رح نسمع من هالاغاني اللي قدمتيها من فيلم هلا لوين نادين لبكي. تانيا قبل ما نختم خلينا نرجع نذكر بالموعد بكره بحرش بيروت. بكره اول شيء المهرجان ببلش اليوم وبيخلص بكره مع حفلتي الساعه 9:30 عشيه. مهرجان بيتضمن كثير نشاطات ترفيهيه وثقافيه، وفي اكل وفي نط ومسرح ومابت وسيرك، يعني جد حلو كثير. يعني اللي عنده اولاد ضروري ينزل يشوف شو عم بيصير. اختتام معك وانا يعني حفلتي من بعدك ما في شيء بقى بيختتم المهرجان الساعه لا خاتمه احزانك لا بقى الحفله تبعيتي بتبلش الساعه 9:30 بالليل، وبفتكر بنخلص شي الساعه 11. وانا بشكر طبعا مهرجان بحرش بيروت انه داعيوني، لانه فعلا يعني انا مبسوطه اني قادره اكون اقدم هالاغاني للناس بدعوه عامه، فشكرا كثير. شكرا لك تانيا. شكرا لكم، انا كثير بحب هالبرنامج ونحن كثير بنحبك ونحن ناطرين هلا كل شيء جديد كمان. شكرا كثير. يلا شكرا. موفقه. نحن رح نتوقف هلا مع بريك ونرجع نتابع الجزء الاخير من اخبار الصباح. ضلكم معنا. ركود لقدام ما ترجع لورا هو عنوان الماراثون يلي رح يخبرنا عنه احد منظمي الماراثون بعجلتون نيكولا صفير. سالي سافا بدك نيكولا ولا نقولها؟ لا سافا ما بس نحن انا بعجلتون نيكولا بنقولها تسام، يعني هي ذاتها. حلو العنوان ركود لقدام ما ترجع لورا 100%. هي انه هو كان مثل السلوغان هذا تبع الماراثون، انه بالحياه يعني كل ما تعمل سبور اكثر كل ما حتكوني بحياتك العملية عم تقدم لقدام، ما عم ترجع لورا، عم تبعد عن كل شيء مخاطر ومخدرات واتسترا. هالماراثون من تنظيمكم انتم شباب القوات اللبنانية بعجلتون، كيف اخذتوا اول شيء المبادرة انه تنظموا هيك نشاط رياضي؟ نحن كنا عم نبلش نتجمع اول فترة وهيك، كنا عم نفكر نعمل مشروع يكون شوي بعيد، يعني نحن عم نفرج الصورة انه نحن مش كل شيء بس سياسة وكل شيء هيك، نحن عم جد نفرج انه عنا وجه رياضة، عنا وجه ثقافة، عنا فني، عنا يعني عنا تعددية مش بس نحن رايحين على فرد اتجاه.
فكان عندنا كذا اراء بالاول شو رح يكون الايفنت، كنا حابين نحضر ايفنت وحاضرينه حابين نحضره بهالفتره تتكون، لان وسط كسروان ببلش يخلصوا كل المهرجانات وهيك، فما تكون فتره تبلش تكون فتره ميته او شيء، كنا حابين نعمل ايفنت بهيدا التوقيت. مش اول سنه ولا اول سنه بتنظمه؟ لا هو نحن الشباب القوات والقوات منظمه قبل ماراثونات، بس هذا نحن بعجلتون اول ماراثون بتنظمه. اوكي نحن رجعنا قررنا انه ماراثون لانه كنا حابين نفرجي عجلتون، لانه في محلات جديده بعجلتون طرقات وهيك بعد ما حدا بيعرفها، بعدها طرقات جديده، سو حبينا يكون في عنا ماراثون تيكونوا كل العالم عم تبرم بعجلتون تتعرف على عجلتون اكثر. و كيف رح يكون مسار الماراثون بعجلتون بقلب عجلتون؟ مزبوط، هو نحن رح نكون عاملين فكرنا بالعالم اللي جاي تشجع والعالم اللي جاي تركض تربح البرايسز، نحن عنا لانه البرايسز انه مهمين يجي حدا يربحهم، لانه في عنا سفره، في عنا جو برو، وفي عنا 200,000 كمان فاوتشر. اوكي. سو هي عنا فاز 1 فاز 2، فاز 1 للعالم اللي حابين يشجعوا الماراثون. يعني هو الفن. الفن عالم تجي تتمشى تركض، هي لانه كلها مثل ساحه، فاز 1 كلها ساحه، بتخلص الفاز 1 اللي هي تقريبا 2.8 كيلومتر، بتبلش الفاز 2 للعالم اللي جاي تركض وتربح الماراثون. الفاز 2 رح تكون فيها شوي مش حواجز، بس هي يعني بحد ذاتها حواجز، فيها طلعات، فيها محل بفوت بحرش صغير، فيها نزلات قويه، يعني شوي رح تكون فيها كومبيتيشن، يعني هيدا الثاني فاز تيوصلوا بالاخر رجع على الامبلاسمون ساحه التجمع اللي رح يكون فيها. رح بيكون في رمز معين لازم يدفعوه الاشخاص اللي بيشاركوا، واذا ايه ريعوا رحل هالماراثون رح يرجع لجمعيه معينه؟ مزبوط، هو في 10,000 كوتيزاسيون، هي كلها رايحه لجمعيه ال اس دي سي اللي هي جمعيه تعنى بكل العالم اللي اوتيسم وروتار معطل، هي لايف سكيلز ديفلوبمنت سنتر، هي الجمعيه بعجلتون. بعجلتون نحن حبينا ندعمها لانه هي الوحيده بقلب المنطقه اللي بتهتم بهول الامور، وهي كمان يعني اللوكاسيون تبعولها بقلب عجلتون. نيكولا انت رح تركض او رح بتكون مشغول بالامور التنظيميه؟ رح اكون راكض اكثر من اللي رح يركض كثير قبل الماراثون. عامل ماراثون قبل هيدا. مزبوط مزبوط. بكره الماراثون ما قلنا. مزبوط، بكره اول ماراثون لديزبيت، تجمع على الساعه 9:30 اللي بدهم يشتروا تيكتس، وتقريبا الانطلاق رح يكون على 10:30. يعني ممكن لبكره الاشخاص يتسجلوا. اكيد. عندك فكره لهلا الارقام قديش وصلتوا لعدد؟ تقريبا صار في شيء 80 ل 90 شخص هول مسجلين جايين يركضوا على الاكيد، ما عدا اولاد عجلتون اللي رح يكونوا بالايفنت، رح يكونوا معنا عم نتروق كلنا سوا لان احنا مامنين ترويقها. ونحن بندعي كل الشباب اللي من عجلتون من كسروان برات كسروان يجوا على عجلتون يتعرفوا على عجلتون، يركضوا معنا الصبح ويكملوا نهارهم بقلب عجلتون. رح بيكون في عدائين محترفين كمان من الجيش اللبناني، عاده دائما بنشوف عناصر الجيش بيشاركوا. رح يكون في بس فرديه مش من القياده، يعني رح يكون في عناصر هي جاي مثلا اشخاص متقاعده او شيء هيك جاي تدعمنا، نحن مش داعيين نوادي، نحن تركينا شوي لاهل يعني لاولاد المنطقه، شيء بيرسونال يعني كل شخص يجي هو من تلقاء نفسه، يعني بس اكيد في عالم بروفيشنال يعني جايين يربحوا الماراثون. في اكيد الصليب الاحمر رح بيكون مرافق، اكيد رح يكون معنا من عناصر الصليب الاحمر. الصليب الاحمر اكيد. طيب تمثيل سياسي، هلا انتم عاملين نشاط رياضي بعيدا عن السياسه، بس رح بيكون في كمان وجوه سياسيه مشاركه معكم او بعد ما عندك فكره؟ وجوه سياسيه حدا من المنطقه عنا، يعني مثلا رئيس قطاع هيك، بس انه وجوه سياسيه نواب وهيك صعب شوي. هلا اذا عم بيحضرونا بيتشجعوا اكيد ندعيهم يكونوا معنا بالماراثون ويركضوا معنا كمان اذا فيهم. هلا سؤال ابار، السفره لوين؟ السفره هي على سايبرس، هو بنقي يا تو تيكتس يا وان تيكت بلس اوتيل، هو الشخص ربحان، يعني اذا واحد عنده رفيقته وحب ياخذها معه. اوكي بيقدر. طيب نيكولا شو كان اخر نشاطات نظمتوها قبل الماراثون؟ نحن كان لنا فتره عم نجرب صراحه، نحن كان هلا بقلب عجلتون كنا لنا فتره عم نتجمع، يعني نجمع بعض كشباب وعم نفسر لهم شو يعني نجرب نفسر لبعض انه شو بدنا نعمل، شو الايفنت اللي رح يكون. قبل هذا اول ايفنت نحن عم ننطلق فيه بقلب عجلتون. أوكي. كشباب عاملين كثير ايفنتات قبل. أوكي. كم شاب انتم؟ نحن تقريبا هلا بقلب عجلتون شي 25 شاب وصبيه. هول الصور لمركز ال اس دي سي اللي هي المركز اللي رح ندعمه نحن. اوكي هو قايد البناء. مزبوط، هاي ساحه عجلتون اللوكال اللي رح نعمل فيه الماراثون، هن كان هون عندهم شيء، هو هن الشباب كلهم سوا. انتم شاركتوا بماراثون بيروت قبل؟ مزبوط، نحن على طول كشباب قوات لبنانيه بنشارك بكل شيء، يعني رياضه وكل شيء، بكون بنحب يكون لنا وجود بكل الاعمال، يعني بنجرب يكون لنا حضور. اوكي اوكي، لكن بنذكر انه الماراثون مسار طوله 4.2 كيلومتر، هيدا الماراثون الكبير، 2.8 للعالم اللي حابين يجوا يشجعوا. اوكي، ومن 9:30 هو بينطلق، قبل ال 9:30 فيهم اشخاص بيجوا على ساحه عجلتون وبيشتروا
التيكتس كمان يشاركوا في الترويقه. في ترويقه بالتفاصيل إيه؟ اكيد نحن محضرين الترويقه بخيام، محضرين كل شيء ترويقه، كل شيء هذا معقول يخطر على باله، عم بين منعيش كرواسون جوس نسكافيه ميلك شاي، كان كل شيء رح يكون مجهز بقلب الساحه، بس نحن نطلب من الشباب كله يجوا يشجعوا الايفنت، شجعوا ال اس دي سي اهم شيء، نحن عم نركض كرمالهم ونكون كلنا سوا مجموعين بقلب عجلتون نرجع نعمل الحركه بالضيعه و اهل عجلتون محمسين ناطرين الايفنت؟ هلا بتتفاوت شوي بين شباب والاكبر شوي سنا هيك، بس بالمبدا الشباب المفروض يكونوا كلهم محمسين معنا، ونحن بندعي الاكبر سنا حتى لو مش براسهم يجوا يركضوا يكونوا معنا بالايفنت يجربوا يركضوا شوي، بتكون كمان منيحه. نحن متشكرك نيكولاس فير من شباب لغات اللبنانيه بعجلتون، ميرسي بكو وكل التوفيق لكم بهالماراثون. ميرسي بكو. نحن بما انه حكينا معك رياضه بنختم مع رياضه. نحن وصلنا لختام حلقتنا والختام مع التقرير الرياضي، بنشوفكم بكره بحلقه جديده من اخبار الصباح، انطرونا. باي. باي. مايكل جوردن 17 فبراير 1963 هو لاعب كرة سلة أمريكي سابق ويعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة، أصبح أفضل رياضي في جيله وهو الذي ساعد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة على التفوق في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، وهو حاليا أحد أعضاء إدارة فريق تشارلوت بوبكاتس، لعب 15 موسم في الدوري الأمريكي لكرة السلة وكان معدل تسجيله في الموسم العادي 30.12 نقطة في المباراة وهو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة، تفوق على ويلت تشامبرلينز اللي معدله 30.06 نقاط في المباراة، وفاز في بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة 6 مرات مع نادي شيكاغو بولز، وقد فاز في تلك الفترة بلقب أفضل لاعب، وفاز بلقب الهداف في 10 مرات، وكان أغلى لاعب في الدوري 5 مرات، وتم اختياره ضمن فريق الدوري الأمريكي 10 مرات، وفاز بلقب أفضل مدافع 9 مرات، وفاز بلقب أفضل سارق للكرات في 4 مرات. ولد مايكل جوردن في بروكلين في نيويورك في العام 1963، وكان هو الولد الثالث لجيمس وديلوريس جوردن، وقد انتقلوا إلى ويلمنغتون في كارولينا الشمالية، وكان لدى جوردن أخين أكبر منه وأخت أكبر منه وأخت أخرى أصغر منه، وفي المرحلة الثانوية أصبح نجم في 3 رياضات، كرة القدم الأمريكية، كرة القاعدة، وكرة السلة، ثم انقطع عن تدريبات كرة السلة لأنه كان قصير القامة 175 سنتيمتر، ولكنه في الصيف أصبح أطول ب10 سنتيمتر، وتمرن بكل قوته، وفي الموسمين المقبلين كان معدل تسجيله 25 نقطة في المباراة، وقد بدأ بالتركيز على كرة السلة وكان يتمرن كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة مع مدربه في المدرسة، وفي آخر سنة له في الثانوية أصبح معدل تسجيله 29.2 نقاط في المباراة، ومعدل متابعاته 6.2، معدل صناعة الأهداف 5.3. مايكل جوردن اللاعب الوحيد منذ 20 سنة استطاع أن يجتاز 3000 نقطة، وكان ذلك في موسم 86-87، كما حاز على جائزة سلام دانك في العام 1988 بعد منافسة شديدة مع داني ويلكنز، وقد حصل جوردن على منحة دراسية بسبب تفوقه في كرة السلة في جامعة كارولينا الشمالية حيث تخصص بالجغرافيا، وفي أول موسم له مع فريق الجامعة تحت قيادة الأسطورة داين سميث سمي جوردن كأفضل لاعب صاعد. في العام 1982 سجل جوردن الكرة اللي قادت فريق الجامعة إلى الفوز على فريق جورج تاون يلي كان يقوده باتريك أوينغ، وبذلك فازوا بدوري الجامعات في أمريكا، وقد اختير أفضل لاعب في دوري الجامعات في عام 1984، وفي العام 1984 ترك كارولينا وتوجه إلى اللعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة ولعب مع نادي شيكاغو بولز، وقد كان هو ثالث لاعب ينتقل بعد حكيم أولاجون إلى هيوستن روكيتس وسام بوبي إلى بورتلاند تريل بليزرز، وقد عاد إلى كارولينا الشمالية ليحصل على الشهادة في العام 1986 بعد ما تم عزله من فريقه لكرة السلة من المدرسة الإعدادية، ذهب للبيت وأقفل غرفته وكان عم يبكي ويصرخ. لعب جوردن 13 موسم مع نادي شيكاغو بولز وموسمين مع نادي واشنطن ويزردز، وكان طوله 198 سنتيمتر، ومهاراته ووضعه الفيزيائي من الأسباب اللي جعلت الخصوم يرتعبون منه، وقد فاز في 6 بطولات للدوري الأمريكي 91-92-93-96-97 و1998، وكان أفضل لاعب في الدوري 5 مرات في أعوام 1988-91-92-96-98، وفاز بلقب أفضل لاعب في الإحصائيات كما فاز مع شيكاغو بولز باللقب، وقد قال عنه مدربه في أغلب فترات مسيرته فيل جاكسون: لم يأخذ مايكل أي شيء هو لا يستحقه. عندما لعب في المرة الأولى في الدوري عام 1984 كانت بدايته مبشرة، ولكن تسديداته من الخارج كانت غير احترافية، ولذلك استمر في التمرين في نهاية الموسم وكان يسدد المئات من التسديدات في اليوم حتى أصبح من أفضل اللاعبين المسددين للضربات الثلاثية.